الخير ان شاء الله تكونوا سافا ليسونسييل شوفوا درك وين راني جلاكم شوفوا في البلاصه مليح ما حاولتكمش بهاد الدوره اللي درتها ورا ماما وبيسان يروحوا يولي تخيلوا راحوا خلاوني صافي بلي يمشوا قدامي راه ماكمش عارفين شوفوا ديالي راني فيها راني حدا دبي مول اوكي جبت ماما وبيسان جبتهم لدبي مول على واش باسكو رايحه لدي بيسان الواحد اللعبه تهبل في دبي مول صح مالوغوزمون ما نقدرش نصوركم سوري مالوغوزمون ما نقدرش نصوركم الداخل في هذه اللعبه بصح نورمال ليسونسييل بلاصه تهبل راح نوريكم برك من البر كيفاش دايره الشكل تاعها كيفاش داير بليز شوفوا 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 الاضواء في دبي مول شحال يهبلوا يا عمري يفتح النفس قلتكم اللعبه الاولى رايحين نروحوا لها شغل حاجه تخوف والحاجه الزوجه وش هي يا ربي نسيت خير ان شاء الله يا ربي شبعه والله نسيت اللعبه الاولى تيرا والله نسيت خلوني نشوف اللعبه الاولى من بعد نشوف حاجه زوج استناو يا ربي هذيك صار خلعه ومن بعد والحاجه الزوجه ثاني حاجه تهبل ما هيش حاجه تاع خلعه ولا بصح حاجه مشهوره هنا في دبي اي واحد يجي لدبي يجربها ليسونسييل راني داخله درك واش اسمه راني داخله لدبي مول ومن بعد استناو معايا يلا تشاو بليز شوفوا راني درك برك دخلت المول تاع دبي راه وين ماما وبيسو راهم قاعدين يمشوا عجبني هاد الديكوراسيون هادي تاع كارتي على جال النيو يير عجبتني ياسر راه وين ماما وبيسو قاعدين يصوروا يحسبوا يصور فيهم فيديو مش تصويره يحسبوا يصور فيهم قاعدين يتصوروا شوف الحاجه اللي عجبتني في دبي مول مش دبي مول بليتو كاع في المول تاع دبي انه كل ما يكون وقت الاذان يديروا الاذان تخيلوا مالغري اوكي هي بلاد مسلمه بصح معناها معمره بالاجانب بصح شفتوا القران دائما يديروه في سليمان روعه الحاجه اللي تعجبني فيهم يلا درك راني رايحين اللعبه اللي راح نديروها انا وبيسو كي نوصلوا راني راح نوريها شوفوا بيسان راح كم حاولت تخلعنا اليوم هذه بسان شوفوا جماعة رانا دخلنا لهادي تاع المرايات جاية بيسو هاني انتي اوكي تخيلوا راني علاه راني نحوس على بيسان ما تعرفيش العبد اللي معاك وراه علاه باسكو كاملة معمرة بالمرايات شوفي شوفي من كل الابعاد فهمتوا ما تعرفيش وين تخرجي اسكو راهي مرايا ولا صح داخلة ولا خارجة هادي مرايا شوفوا مرات تلقوها مرايا ومرات تعود وش اسمه تحس صح داخلة ولا خارجة بيسان وين نروحوا رانا راجعين هادي 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 خرجه ولا دي مراي بصح منا منا من صح مسكره اي صح او ماي جاد اش معك ما فين تهبله وين نخرجوا بيسان منا 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 ولو رانا قندور بيسان دخت اي منا منا من منا صح خرجه تهبل مزيان ما رحتيش معاك ياك لو كان راكي خايفه لو كان راكي رحتي وحدك
روحي بسالة روحي الثورة روحي. مش مصدقة جماعة قلت لكم تخيلوا عاودنا رجعنا للدخلة برك ما لقيناش الخرجة. بسال وراكي اهي بسال استني باش جماعة ما لقيناش الخرجة بسال باش ما لقيناهاش والله قد كنا اذكياء كما قالت بسال يا بسال هذه الجهة وش فيها بالك هذه الجهة فيها حاجة بسال جماعة ما خرجناش هذه وش فيها هذه رحنا لها قبل هذه الجهة رحنا شوفوا كاع هذو الناس راهم واحلين ما عرفوش كيفاش يخرجوا يا ريو قاعد يمس فيا طفولي يقول لي ذيس از ريل وانا انت حقيقي ولا فرا شوفوا ذاك البز بيسان شوفوا ذاك البز يهبلوا رواحي بيسان رانا رايحين عاد نرجعوا للدخله شوفوا بنا درك رانا كملنا اللعب انا ماما حسينا بالدوخه شنو نلعب قول انا ماما مسكينه دخلت قلت لي يلا نروح ناكل حاجه حلوه لي صوصيه ماما اكلت هذا شو اسمه هذا الايس كريم تاع اوريو يبان يهبل هيك والله غير شفت قبل هاي وانا كليت هذا البان كيك مش كليت انا رايحه ناكل ماما كتكملي نجي نقول لك ياك وانا كليت هذا شوفوا كليت مزيت نهضر وانا راح ناكل هذا البان كيك شوفوا كيفاش داير الديكور تاعهم روحك ما عارفين شوفوا بعد ما صورت لكم لعبنا في واحد الحاجه ثانيه تاع الدرون تبدو كيما كل رولر كوستر تجري وشوفوا قعدوا باي من فوق كيفاش دايره من الجر تاع الفيرتشوال رياليتي بصح وش اسمها تدوخ فهمتوا على هذه حبيت ناكل حاجه حلوه رانا قاعدين هنايا رانا انفاس لهذه البلاصه تاع اللعب وبسن راهي لداخل راهي هنا لداخل في هذه الجهه راهي قاعده تلعب انا نستناو فيها قلنا لك تكملي لعبه روحي خرجي باش ناكلوا حاجه حلوه مع بعضنا ايوا درك جبنا بيسو تلعب هنا في هذا الترامبولين هذه راها وينه بوشبوش راهي تما سي با راك تشوف فيها والله والو هاي قاعده تنقز مع واحد الطفله هذيك الطفله راهي ما تعرفهاش بصح راهي دارتها صاحبتك ما عارفين البز في دقيقه يتصاحبوا ويتعاشروا صح هايله هذا الترامبولين ثاني هذه اللعبه هايله شتو جايه هذه البلاصه كامله فيها لعب مختلفين وانت تخيلي واش من وحده راكي تلعبي راكي راح تلعبي فيها عجبتني الفكره هايله صح انا وماما رانا قاعدين ناكلوا في حاجه حلوه قلت لكم بعد ما لعبنا صح فشلنا ما قدرناش ما في سورتو هذيك تاع الفوق لعبنا في وحده كانت كاع الفوق لعبنا فيها قاع الدور الفوق جي دوخ فهمتوا اصلا انا كنت دايخه من قبل على جال هذيك اللعبه تاع المرايات كنت ديجا دايخه وزدت لعبت هذيك تخيلوا ما علاش راح يصرا فيا فهمتوا تاع المرايات فريمون دوخت وغادي تشوفي في روحك 10 مرات ودركا اش اسمه ايوا دركا راني جيت لماما هي وينها ماما يا مامي يا مامي قال لي ياكل حبيبي صحتك وجماعة بسان راهي جات اليوم جات لهاد البلاصة بلاصة هايلة روعة على واش باش تخدم سلايم باش تخدم ثاني واحد الحاجة نتاع السيراميك شوفو شنو يدير بوشبوش حبيبي تخدم سلايم اي شوفوا دوكا راهي ايه ديري هذيك راهي بدات تخدم في سلايم لبسوها طابليه باش ما توسخش روحها ايه ولبسوا لها طابليه باش ما توسخش روحها دوكا شوفوا حطيت الجليتر باش سلايم يولي يبري واو كيفاش راه يبري هبل انا عجبني ماما شدي ما تقدرش نشد ونصور واو بيسان تهبل حبيبي عجبتك دير غير واش تحب مامي دير واش تحب يا مامي كي تشوفوا البلاصه شحال تهبل كاين هنايا هذه جهه السلايم باش ياخذوا منها سلايم هذون كاع لي كولور كاملين تاع سلايم وهذون واش اسمهم هذون الجليتر لي بريون تاعهم شوفوا عندهم كاع لي كولور روعه 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 صح عجبتني وهذه الجهه شفتوا كاين هنايا سي بيسان ديجا واحد اخرين ثاني هنايا كاين هذون تاع سيراميك تخيلوا شتي راهم ما فيهمش كاع لي كولور بصح من بعد يعطوك تلونيهم كي تلونيهم يعودوا كيما هذون تخيلوا والحاجه اللي عجبتني اللي صح عجبتني فيهم واش هي انك تلونيها تقدري تديها معاك من بعد واش هي
هي كاس شوفوا حصالة تقدر ديري فيها بعض الدراهم تاعك يا عمري روعة. ديجا حنا ديجا نشجعوا بيسان على الفكرة تاع الحصالة دائما اسمه دائما عندها حصالة ودير فيها دراهم باش نعلموها بلي من الصغر تكون ريسبونسابل ويكون عندها دراهمها فهمتوا. ومن بعد كي تكمل كتلم تخدم بهم واش تحب. وهنايا كاين هذه تاع تلوين برك هذه حاجه نورمال يلونوا برك هذا مكان. وهنا كاين الفيس بينتين يرسموا لكم في وجهكم شخصيه بيسان. انا جايه حبيبي قلت لها بيسان ما كي حبيتيني نلون لك وجهك قالت لي نو واش بوش حياتي اش كدير ماما حبت تلعب مع بيسان. واو بدات تعقد ياك ماما مش كيما كانت ياك هي قاعده دير لها في الجليتر ولا وش؟ واو لا كاع الوان ولا كاع كولر تبني الحبوب شي والله ماني ما فهمتش ندي قلمون امي شي ماما مسكينه هي والله قصه والله يقايه والله قصه ماما راهي عاشقه دبي خطرش كاين لي زاك ولاد شويه تبغي يجي شفتي اي والله قصه ما تعشق في دبي خطرش كاين ياسر لي زاكتيفيتي كاين كبار وصغار صح كبار وصغار اصلا دائما نقولها لكم نقول لكم دبي بلاد المغريات جيب دراهم كبار شفتي شوف وي ما عندهمش كاع وين يروحوا مساكين يا لا كلش كاع حاجه شفتي وبعد يقول لك على الغاء او لا الحاجه لي شو على ولادهم الله يبارك صح صح عندهم كاع واش يديروا كاع لي زاكتيفيتي عندهم تلقى ضايقه روحها تزعق ولا تهز صح صح ياك شفتي حنا كي يدخلوا ليكول موتوا بالسعاده على خاطرش مساكين يلقاو ديك الصروعه شويه اي صح يا مامي يا حبيبي بصحتك عشق واو يا لور اوف جلو شوفوا المراه راهي تعاون فيها قلت لها نعاونك باش يوريو التايم واو اميزين ثانك يو ربي هات اوكي واو ثانك يو سو ماتش شوفوا راهي عاونت واو روعه ودركا بعد ما كمل حبيبي بيسو بسلايم ها هو وين سلايم درت له المره في هذا البوات باش تديها معها للدار وتعود تلعب بيها بدات تلون في هذه شوفوا جايين كيف كوفيه شكل تاع كوفيه بالسيراميك عود ابيض ما في حتى حاجه وهم يعطوك لي كولور لي كولور غنى المائيه وانت تلونيها ويعطوها هادي هذا الشكل تاع الكوبية كيفاش راح يكون داير هذا الشكل تاع الكوبية كيفاش راح يكون داير باش تعرف انت واش من كولور غتحطيهم فيها روعه فكره هايله والحاجه اللي روعه وريهم بيسان وريهم من اللور انك مش رايحه تلوني برك وبعد في الثاني راح تديها معاك باش تكون هذه كاس شوفوا تستعملوها حصاله تستعملوها وديروا فيها دراهم واو ايه ايه لازم تكون كيما هذه وريتها لهم يا بيسان هايلة فكرة روعة ليسونسيال هنايا درك رانا رايحين نخلو بيسان تقعد هنايا باسكو باينة راهي رايحة تدي وقت وهي تخدم فيها نروح انا وماما ناكلو كنافة يلا مامي يلا حبيبتي